سلام البنات، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن حال. لقاكم هذا الفيديو نتوما بصحه جيده، ميني فلوج جديد ان شاء الله غنبارطاجي معاكم خريجه نزهه مع البنات في لاله فاطمه حدا شاطئ بوديله. مشينا هنا تجمعنا حنا البنات كاملين صحاباتنا الكليكه ديالنا، كيف ما كتعرفوا ماشي اول مره غنبارطاجي معاكم خريجاتنا. ومشينا لعند الدار ديال صاحبتنا ايمان ام جاد اللي عندها قناه حتى هي، نخلي لكم اسفل الفيديو. جينا هنا كيف ما كتشوفوا وصلنا باش البروغرامين ان غنتغداو هنا وندوزوا العشيه مجموعين بينا. هنا لقينا دنيا استقبالنا اكيد وياقوت منسجمين جدا. مهم هنايا درت لكم دويره هنايا خفيفه، تشوفوا لي سباس فين كاينين، شقره بالبحر، واحد المنظر واحد الهواء خطير جدا. شكرا ايمان على هاد العراضه الرائعه، شكرا ليك على استقبلتينا في المنزل ديالك. داز نهار زوين بزاف، شوفوا هانتوما كيف ما كتشوفوا وجدنا كلشي هانتوما البنات تبارك الله. رخت انا صراحه ما التحقت بهم حتى الوحده، حتى خرجت من الخدمه، ولكن البنات كانوا جاو في الصباح قدوا المسائل وقدوا الدنيا، شكرا ليهم. وهنا لقينا الحطيه لاله ديال اتاي، حطه صحراويه ديال لاله زنوبه، هذه صديقه ايمان. تبارك الله زعما داكشي في المستوى، وتبارك الله على دنيا التريتور ديالنا، هي اللي وجدت لي صالاد، هي اللي وجدت لقمات الدجاج، لقمات لادان، كاع داكشي اللي شوينا هي اللي تكلفات به. صراحه لي صالاد فنين، اللي محتاج شي حاجه راه غتبدا تخدم هادشي هكذا. مرحبا، اكيد ما غاديش يندم، داكشي بنين كاين البنه. هنا وجدنا الطبيله اللي غنحطوا فيها المشويات وداكشي، وضروري كنقولوا غنشوي، وضروري الحطه ديال اتاي والكويس اتاي. هنا ها هي زازا، تحيه ليك حبيبتي. المهم هنايا شوفوا معايا ما شاء الله على سلطه ديال الهمه، عرفتي وتعرفوا هاد السلطه شنو قصتها. ايوا من بعد نعاود لكم. تبارك الله عليك الدنيا غزال، داكشي ما شاء الله رائعه، تبارك الله عليك وعلى ماماك، داكشي في المستوى وبنينه البنات. ماشي زعما صراحه، ماشي زعما حيت صاحبتنا كنشكروها، ولكن راه عرفتي واحد لي صوص وجدات. اما هاد السلطه فوقيني اللي كتشوفوها ميلونج حلو حلو مالح، مهم فيها الكيوي، اناناس، لافوكا، مهم خلطه زبيب غزاله، واحد البنه، وفيها الكروفيت، مهم زوينه بزاف وعيش صراحه. وهنايا ها حنايا لاله الشوا كيتشوا هاد الدخاخن، ايوا كنقول الشوا راه كنقول الدخاخن والعجاجه يا اختي. ايوا هنا لاله زازا راه كتغسل لينا في الديسير، تبارك الله عليك على الحداقه ديالك، كل وحده فينا صراحه كدير حاجه، كنتعاونوا بيناتنا باش نشطو ونفوجو وندوزو نهار زوين. كيف ما كتشوفوا اجواء صراحه زوينه، تمنيتكم لو كل وحده فيكم المتتبعات الزوينين ديالي كانوا حاضرين معنا هنايا، غادي يعجبكم الحال وغادي تستمتعوا اكيد. اساسي اللي ياكل لا لا هذا الشيء مزيان ما شاء الله. مزيان لا شوف هذا الشيء ديما نزل حد حد انا كبرت واحد نعم. أو هنايا لاله الكويس اتاي راه كايوجد باش تجي لاله زندوبة تقلب وتقلب لينا داكشي، المهم داكشي الطقوس ديالها اختي هي اللي كتعرف ليه. المهم انا غير طفلت غير جلست هناك، اليوم يجي يصوروني. باش نوريكم الكليته كيفاش دايره. المهم داكشي زوين، اتاي صحراوي نيت على حقو طريقو، مكشكش مكشكش، واحد التكشكيشه نيت كيرد المزاج، عرفتي كتشهاو غير شي زعما التكاو وتنعسو. هنايا واحد الجو رائع، هانشوفو معايا لاله الطقوس كيفاش كتقلب يا لاله هاد اتاي، كيفاش كتكشكش هادوك الكيسان كاملين، ولكن راه كاس ديال اتاي برزتو نيت. وجابت معاها الحطه ديالها كامله باتاي ديال الشعره العلك كيف ما كتشوفوا، مهم السكر داكشي مسائل، دوك الربيعات ديال العماره ديال اتاي كاملين واجدين. ها انتما والكليسه هنايا كيف ما كتشوفوا هذا العلك
كيجي زوين في اتاي، ضروري منه باش يطلع اتاي صحراوي خاص يكون العلد. مهم هو بارطاجيت معكم عن قرب باش تشوفوا. وهنا الكويس اتاي هو كيتشحر يا لالا، وغادي نمشيو نجلسوا في الطبيعه، وغادي نديروا الجليسه ديالنا في الهواء الطلق، نديروا كوتي تما كيف ما شفتوا معايا. المهم هاد الطبيله ديال اتاي راها وجدات، وغادي نخرجوا باش نفرشوا على برا واحنا معاكم. هنا شاركت معاكم اللبيسه ديالي، لبستي من شيئين البنات. صراحه عندهم قبيات زوينين، عندهم لباس ديال هكذا سبور لبيتي والخرجات وداك الشيء زوين بزاف. حتى البنات عجبوهم، المهم البنات اللي خداو من عندي حتى هما. المهم شي حاجه سبور، شوفوا اللبيسه نتوما راه صورتها لكم كامله باش تشوفوها، كسوا البونطالون لي زيسبا لبساتهم زوينين، شي حاجه مهم ثمن ناقص وزوين في نفس الوقت. وهذا ما كانوا بالصحه والراحه، وشوفوا لي هاد الاجواء الرائعه. ايوا يا لالا اللي قلت لكم هاد الحداقات اليوم وهاد المعن كامل اللي كتشوفوا فيهم انا شكون اللي حصلهم، ما غاديش تطيقوا اكيد الحداقه ديال شيماء. وشوفوا لي لي بوط وتزهاتوا ما انتم غادي موتيهاتوا زوينه دوزيري حداك. كيف ما كتشوفوا احنا مستمتعين مع البنات، كل وحده وشنو كدير. هنا الدنيا راه هزات يا دافاس ولا ما عرفتش شنو. المهم قالت لك بتقتلني انتوما، انتوما غادي كتهددني على المباشر. هادشي كامل نعاود لكم كيف الخرافه هذه. لا لا دنيا ما التزمتش معاها. ايوا دنيا باغا يا اختي داكشي ديال البريستيج، وانا قلت لها راه غير الطبيعه نديرو غير بلا عادي، وهي كتقول لي لا نديرو بلا ديال البريستيج. ايوا بقينا مني منك مهم فاريناها في الاخر اللهم لك الحمد. ايوا هذه هي الجليسه اللي جلسنا باش نديرو الكوتي، جينا فرشنا هنايا ووجدنا طبيلتنا. هنا راه حنا كنوجدو الكوتي انا وزازا، ها هي خدامه تبارك الله تايره الحداقه ما نقولش لكم. المهم هنايا راه كنقادو الزريعه، نقادو الملاح، قادينا كاع داكشي اللي جابو البنات في الكوتي. المهم نقادو طبيلتنا وغادي نخرجو باش نحطوها في الهواء الطلق وناكلوها بالصحه والراحه. وكان هذا هو الكوتي ديالنا البنات في الهواء الطلق مع البنات. الحمد لله اللهم ديمها نعمه، فوزنا ضحكنا ودازت خريجه زوينه بالصحه والراحه وان شاء الله بالتعاويده ديما. وهنا كانت معنا ايمان ام جاد لقناه ديالها ايمي هوم، غنخليها لكم اسفل الفيديو. زازا شانيل، شيماء بوتيلي حتى هي، كانوا معنا بنات اخرين. المهم تبارك الله كانت الجلسه حافله كيف ما كنقولوا، البنات الغزالين زوينين. شكرا لكم على هذا النهار زوين، داز زوين بزاف بوجودكم، والحمد لله الله يخليها ديما لمه ديال الخير. شنو اخر شنو اخر، ما تنساونيش من لي جيم الزوينه ديالي اللي عجبكم الفيديو وصلتو حتى لهنا. خليو لي لي لايك، خليو لي لي كومونتير ديالكم الزوينين، اوفياء ديالي اللي ديما متبعين. سنة حلوة سنة حلوة. وها هو الكويس ديال الزنوبه راه وجد تبارك الله، مكشكشنيت شوفوا معايا. ونديرو كوتي دابا وكنخليكم هنا، كنقول لكم الى اللقاء ان شاء الله مع فيديو مقبل ومع الكواليس اكيد غتشوفوهم في الاخر ديال الفيديو. شكرا لكم على المتابعه. ايوا هذا هو اللي بقى في الاخر. شوفوا لينا واحد صاحبتنا يا اختي دات لينا الحلوه كامله، خليت والو يا اختي عرفتي نطاقي لا خفيه كان اعظم. يا اختي يا اختي اما اللي مضرك ولا اما واحد جار ايمان ما نقولش لكم، واحد ايمان انت بالسريعه دارتها في الفوق وانا راه خبيت بكليرك. دنيا فين وحقك يا دنيا؟ ربي جاي على دنيا، ربي لا مزوفوني على دنيا، ربي لا مزوفوني ديال ماما الدنيا. ايوا دنيا ورا فقعاتني دنيا، كنت غنفلت هاد العراض كنت غنفلت هاد العراض. قال لك اش كاين ما كاين، بغات سكتو قالت لك اش بغات، ما بغات البلاطو تاع الشلاضه. وربي هادي دابا غنقولوا لي واش حنا في الطبيعه، واش حنا في الطبيعه يا البنات. نقطة نظام، الله يرحم لكم الوالدين. قالت حنا نقولوا
راه الطبيعه نديرو غير طبسيل عادي، وهي تقول لك بغيت طبسيل كبير. ها الغبر بزاف، احنا بدينا في الغبر. ختام وامسك. داز نهار زوين زوين بزاف 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 صراحة طوب طوب. وبالسلامة 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 وبالسلامة. دنيا بدات تقتل بنتي. انا صافي هنا كلشي لقاو الدراري عياو ونعسو صافي كلشي طحنا لقاو جينا عيانين. ايوا ايوا.